نفذت هيئة تنظيم سوق العمل حملة تفتيشية مشتركة مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية ومديرية شرطة محافظة العاصمة، شملت عددا من المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة بالمحافظة. وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين. وجددت هيئه تنظيم سوق العمل دعوتها جميع افراد المجتمع الى دعم جهود الجهات الحكوميه للتصدي للممارسات غير القانونيه في سوق العمل والعماله غير النظاميه حمايه للمجتمع ككل